السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي أول حلقة من لعبة يوجي يو كيندم. وهنبتدي بيو. زي ما انتوا كده شايفين يا جماعة، الصوت كان عالي بتاع اللعبة، فكان هيبقى صوتي مش واضح خالص للناس، فانا حبيت استنى لغاية ما اخش عشان اوطي الصوت. الكلام طبعا اللي كان بادئ الانجليزي ده كله اللي انا عديت فيه دوت كان مجرد شرح للعبة بس. انا بصراحة نسبة الانجليش عندي 5%، فمش هعرف اشرح لكم ولا اي حاجة، وعليكم اللي عايز يعرف اي حاجة منها يقراها وهو بيلعبها ان شاء الله. ونبتدي اللعبة بالشرح كده ان شاء الله. عندك في اللعبة بتاخد 2 مارشل اهمت، اللي عليه علامة حمراء ده ما بتقدرش تلغيه، ده بتاخده معاك اجباري ماشي. اللي معلوش حاجة دوت ممكن تاخده معاك لو هو مديك انك تاخد اكتر من كده، يعني هو دلوقتي مدينا 2 من 3، فانا ممكن اخليها 3 من 3 وممكن اخليها زي ما هي 2 من 3، بس طبعا انا هاخد 3 من 3. ده دلوقتي بيشرح جوه. طبعا كل الرسائل اللي هي ظهرت دي كلها ما بتظهرش غير في اول مرحلة بس.
انا هبتدي دلوقتي واخد الناس تحتي، كل واحد يروح ياخد قلعة، بعد كده هاخد يوجي نفسه واروح للمنطقة ديت، عشان المنطقة ديت فيها وحش. انا خدت اول قلعة دلوقتي، ابعتها تهجم. زي ما قلت لكم المنطقة دي فيها وحش، عشان تاخد الوحش لازم تهزمه، ما ينفعش انك ما تهزموش، ما هزمتوش مش هتاخده وهيروح عليك. الوحش كده من البداية على طول عمل جرد، فانا اللي هو ديفنس مش هقدر اهاجم عليه، فهقول له ويت ويت، لان انا ما عنديش حد هجومه اعلى من الديفنس بتاعه، واقول له ويت عادي لغاية ما يجي دور تاني. لو كان عندي حد هجومه اعلى من ديفنسه كنت كسرت له الديفنس ده. دلوقتي نقدر نهاجم، طبعا انا عندي دلوقتي الوحوش اتضربت، ادي الوحش اهوت هي جويند يور ارمي بقى خلاص مع الجيش بتاعي، ولكن انا ما اقدرش استخدمه دلوقتي، اقدر استخدمه بعدين. في طريقتين عشان خاطر تخلي الوحوش بتاعتك تملى الهيلث بتاعها. الطريقة الاولى وانت جوه المعركة بالايتم، او الطريقة التانية بعد نهاية المعركة انك تروح على اي قلعة وهو هيملى هناك، بس تكون القلعة دي تخصك انت. وادي القلعة التانية كمان اتاخدت، فهناخده ونروح برضك نخليه يهجم. وانا عايز اخليكم بس تشوفوا الاول يوجي لما يخش القلعة، هو ده دخل القلعة اهوت، الهيلث ابتدى يزيد بتاع الوحوش ويملى من تاني. ودلوقتي نرجع نهجم، وعشان تفوزوا اهم حاجة اهم حاجة اللاعب الرئيسي بتاعك ما يموتش. اي لاعب تاني ممكن يموت عادي مش هتفرق، هيظهر لك بعد 5 دقايق في قلعتك، اما اللاعب الرئيسي نفسه ما يموتش. لو مات جيم اوفر. انا بختار دلوقتي اللي هاجم عليه اللي هو عدد نجومه اعلى، او معنى عدد ضرباته كتير، لعل وعسى اموته
يكون رايح منه ضربة دلوقتي، هو عمل جارد، فهضطر طبعا ان انا اهجم على حد تاني. ده عدد البونص اللي يقول اذا كنت هكسب او هخسر. دلوقتي انا كسبت. عموما اللاعب اللي انت عملته هجوم رئيسي مباشر دوت خسر او كسب، بيخرج ويرجع يخش تاني مباشرة تلقائيا. طبعا في طريقة انك انت تجيب عملات ذهبية اللي هي بتاعت اللعبة غير اللي هما بيدوها لك، بطريقة سهلة وبسيطة. تاخد 570 جولد في كل مرة تعملها، وهي انك بتدوس 2 اب فوق و2 داون تحت، وواحدة شمال وواحدة يمين، واحدة شمال وواحدة يمين بي اي. دلوقتي هما عمل جارد الاتنين، فانا هقول لهم ويت ويت ويت، ورجعته يضرب هو. زي ما قلت لكم الطريقة بتاعت الفلوس، الا وهي فوق فوق تحت تحت، شمال يمين شمال يمين، بي اي. عايزه لكم تاني، فوق فوق تحت تحت، شمال يمين شمال يمين، بي اي. وعشان تعرف ان انت خدت الفلوس ولا لا، بتلاقي لو بتلعب شخصية يوجي بتلاقي شخصية بتقول صوت بيطلع وبيقول لك يوجيو. لو بتلعب بشخصية قايبة هتسمع ضحكة قايمة. تعرف كده ان انت خدت الجولد.
طبعا انا دلوقتي هبعد دوت واخش للتاني عشان اقصر من عمر الملك شوية زي ما انتوا سمعتوا اهوت. انا دي حبيت اسمعها لكم. معلش عندي برد. طبعا انا هقلل من قوته شوية عشان خاطر في الاخر انا هاجي افنش بيوكي اللي هو اللاعب الرئيسي بتاعي. دي الضربة الحمراء اللي ظهرت دلوقتي تبقى الضربة الحارية الكاركتر بتاعهم، دي بتزود اكتر تخلي الضربة كبيرة في نفس الوقت بتدينا هيلث اكتر. انا دلوقتي وقفته عشان خاطر اخليكم تسمعوا كلمة الفلوس تاني. فوق فوق تحت تحت شمال يمين شمال يمين بي اي كده. انا عرفتها لكم وناخد دوت ونخش بيه تاني مرة كمان، وبعد كده هنجيب يوجي ونفنش بيه. وده مش شرط برضك يا جماعة ان انت تفنش باللاعب الرئيسي، انت ممكن تفنش بأي حد عادي. اللي انت حابب تفنش بيه تفنش بيه، ده مش شرط اساسي في اللعبة. طبعا الوحوش ليفلات قليلة عندك وعندهم، ولكن بعد كده انت بتحتاج انك تلفل الوحوش بتاعتك. بصراحة هي بتلفل معاك في المراحل كل حاجة، ولكن هتيجي مراحل بعد كده قدام الوحوش تبقى قوية جدا عليك وانت متقدرش تهزمهم بسهولة او بتاخد وقت منك طويل. فانا بصراحة وجدت طريقة لتلفينهم، هي محتاجة صبر انك بتقعد في المرحلة مدة طويلة جدا، ولكن في المقابل المرحلة الطويلة ديت انك ممكن تلفل الوحوش بتاعتك تاخد لها 15 20 ليفل. طول ما انت ما قدرت تصبر اكتر كل ما انت ما قدرت تلفل اكتر. وهوريكم ازاي ان شاء الله، ولكن مش تبقى في المرحلة مش في الفيديو دوت، ممكن كمان فيديوين او ثلاثة اقول لكم اوريها لكم عشان لو حبيت تعملوها. اني برضك مش في اي مرحلة هلفل الوحوش بتاعتي، وعلى حسب وعدد الجيش اللي انا بقابله عشان خاطر اقدر اجيب اكسبيرينس اعلى.
كده خلاص هوقف دوت عشان هخش بيوجي، وانا واقف الم فلوس. طبعا في مراحل كتير بيكون فيها اماكن للوحوش هقول لكم عليها ان شاء الله، كل مرحله مكانها. كده انا فنشت بيوجي وخلصت المرحلة الاولانية. وكمان انا خدت الدراجون بتاع الملك دوت، ادوني وادي كمان ادونا فلوس اللي هي الجولد يعني، وكمان 3 ايات. هوريكوا دلوقتي الوحوش اللي انا خدناها، تقدر تحطها تستعملها زي ما انت عايز. انا هاخد التنين الاخضر كبير هديه ليوجي، وهشيل من هنا وحش ضعيف واديله التنين دوت، وكمان هديله ايتم للهيلث، وهنا هشيل وحش من الوحشين الضعاف دول، مش هديها هيلث طبعا، انا هدي الهيلث ليوجي، وهدي كمان ايتم تاني. الايتم دوت عبارة عن لما وحش منك يموت يقدر يرجعهولك تاني، ولكن هيبقى بنص الباور او نص الهيلث يعني. وبكده تكون انتهت حلقتنا المرحلة الاولى سيف. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم، اتمنى ان انتم تشتركوا عندي في القناة، ولو في اي حاجة تقدروا تكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله اعملها لكم. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.